السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن المواضيع الرائجة حاليا، بداية بالدكتور منصور الدهيمال الذي قال خبر أحدث ضجة، وهو أن 15% من السيدات عالميا ينجذبن للرجل المتزوج أكثر من غيره من الرجال. صراحة يمكن أن ترى هذا الشيء في المجتمع، هذا شيء بسيط، أظن أنه حتى بدون دراسات يمكن أن ترى هذا الشيء. أما الآن سنتقل إلى الخبر الصادم الآخر، وهو عواد شراري شقيق الأم المصابة التي فقدت 7 من أفراد أسرتها بسبب حريق في القريات، حيث قال: أختي روت لي أن أحد أبنائها ناداها أثناء نومها، بعد ذلك وجدت النيران خارجة من الغرفة فأغمي عليها. سألت هل كانت في دفاية؟ قالت نعم كانت توجد. وأخبرت ابنتها البالغة من العمر 15 عاما أن تطفئها، لكن لم تفعل ذلك، وبعدها شب الحريق. إلى الآن لم نخبرها بوفاة 7 أطفال من عائلتها، ولقد أخذنا هذا الخبر من قناة الإخبارية. صراحة ستكون صدمة كبيرة للأم، لأن فقدان 7 من أفراد أسرتها هو شيء صعب جدا، رغم أن الخطأ قد تتحمله الأم، من ناحية أنها ترسل بنتها 15 عاما، أي أنها ليست مؤهلة أو أهلية. كما نقول في القانون أنه الشخص يجب أن يكون لديه 18 سنة لكي يكون مؤهلا. أظن أن البنت الصغيرة خافت وهربت ولم تطفئ النار. أما الآن سننتقل إلى معلومة صحية، حيث أن أي قراءة لمحيط الخص أكثر من 102 سنتيمتر عند الرجل أو 88 سنتيمتر عند النساء أي سمنة بسيطة، وصحتك في خطر حقيقي بغض النظر عن وزنك حتى لو كان طبيعي، حيث أن محيط الخصر له علاقة وثيقة بالأمراض مثل الضغط والسكري أكثر من مؤشر الكتلة، وهذا قاله الدكتور علاء الرحيلي. أما الآن سننتقل إلى الخبر الذي فعل ضجة كبيرة، هو للمستشارة الأسرية عزة الغامدي التي قالت أن عقل الرجل لا يتحمل الكلام أكثر من 4 دقائق. صراحة هذه جريئة أن تقول هذا الكلام، ولكن صراحة لا أعلم السبب الذي جعلها تقول هذا، ولكن سنرى في قادم الأحوال. أما الآن سننتقل إلى موضوع آخر، وهو في سنغافورة. سنغافوري تعرف على فتاة وأحبها، فأخبرها أنه يريد التقرب منها أكثر، فقالت لنبقى مجرد أصدقاء، حيث ذهب هذا السنغافوري ورفع قضية ضدها في المحكمة مطالبا بتعويض 3 ملايين دولار لتعرضه لصدمة عاطفية، وإن رفضها شوه سمعته وتسبب له بخسائر مالية كبيرة لأنه أصبح لا يركز في عمله ولا زال يجرجرها في المحاكم منذ 3 سنوات. صراحة أنا مصدوم، حيث أي فتاة يسألك أي شخص يجب أن تقولي نعم، لأن الآن أصبح يوجد محاكم في هذا الشيء. أما الآن انتقل إلى خبر مبشر للاقتصاد. رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقول أن الفيدرال الأمريكي يناقش زيادتين آخريين لسعر الفائدة، ويمكننا أن نعلن لأول مرة أن عملية انكماش الأسعار قد بدأت. أما الآن سننتقل إلى أمور الذهب والأشخاص الذين يهتمون بها، حيث رجع في ارتفاع قوي سعر الذهب. الآن سعر الذهب للأونصة عالميا هو 1952 ألف دولار و20 سنت، وسعر البيع للجرام بالريال السعودي هو عيار 24 235.34، عيار 22 215.73، عيار 21 205.93، أما عيار 18 فهو 176.52. هذه الأمور متعلقة بالذهب. أما الآن سنذهب إلى الدكتورة نادية الشهراني التي قالت أنها تتمنى حجم تيك توك في السعودية لأنه يؤثر على الشباب على كل شيء. صراحة أنا متفق من ناحية، لأن يوجد مواضيع في تيك توك جميلة، ثقافات، علم، نعم، ولكن يوجد أكثر من الأشخاص يرقصون فقط، وهذا صراحة ليس في ديننا الإسلامي. أما الآن سننتقل إلى معلومة مهمة في الصحة، والتي هي أن الاستحمام بالماء الساخن قد يسبب جفاف الجلد، خاصة إذا كانت المدة طويلة،
ويجب أن تحذروا من هذا يا أصدقائي. أما الآن سننتقل إلى فاجعة جديدة وهي في رفحة، احتراق جوال في يد فتاة بعد نومها وتركه موصول بالشاحن، وأنتم ترون يديها كم هي محترقة. نتمنى لها الشفاء العاجل. يجب أن تحذروا أولادكم من هذا، يجب أن تحذروا أولادكم من هذا، لأن بعد أن يقع مثل هذا لا يوجد ندم أو رجوع. أما الآن سننتقل إلى حالة غريبة صنفت من الحالات الغريبة عالميا. فريق طبي في مستشفى الملك فيصل بمكة ينقذ حياة 70 أفغانية ابتلع طقم الأسنان بالخطأ. صراحة هذا مؤذي، أفكر كم هو طقم أسنان كبير وابتلعه. أما الآن سننتقل إلى الخبر الذي سيء صراحة، وهو مقتل البلوجر طيبة العلي خنقا على يد والدها بسبب مقطع قديم لها نشرت فيه أن أخيها تحرش بها. والأب برر فعلته للجهات الأمنية أن ما فعله هو غسل العار. صراحة ما قام به الأب هو فعل شنيع، لأن أظن ما زالت لدي تلك الفكرة على أن دائما الولد هو الصح وأن البنت هي الخاطئة أو المخطئة. صراحة يجب أن يعاقب هذا الأب أشد عقاب، وإذا لم يكن الإعدام لأن ما قام به لا يبرر، ويجب أن يعاقب حتى أخوها لأنه هو كان السبب، على ما أظن أنه حتى هو حرض أبوه. أما الآن تنتقل إلى عميد كلية الشريعة الأسبق بالكويت دكتور عجيل النمشي، الذي قال أن أكل الحشرات بطبيعتها أو مجففة أو مخلوطة أو مسحوقة أو مطحونة حلال شرعا. صراحة أنا أفكر في هذا، لأن إذا بسبب الارتفاع والتضخم الواقع حاليا بالعالم سنضطر لأكل الحشرات. أما الآن ننتقل إلى العراق، وهو تسريب وثيقة رسمية تتضمن توجيه يمنع تسريب أي وثيقة رسمية. صراحة أول مرة أرى هذه الوثيقة، وأنتم يا أهل العراق ما رأيكم في هذا؟ أما الآن سننتقل إلى خبر أخير والذي يدل على عدم الاستسلام، وهو أن الملياردير الصينية تشو كون فاي كانت يتيمة وترعى الغنم وعملت في مصنع، وكان رتيبها 30 دولار فقط، وكانت تعيش في فقر شديد. أما الآن لديها طائرة خاصة وثروتها 40 مليار دولار، وتعمل في مصانعها 90 ألف موظف، وزارها رئيس الصين تشي جين بنفسه. فسبحان الله مغير الأحوال. صراحة هذا كانت نهاية الفيديو خاصتنا، كان لدينا أخبار جميلة وأخبار فاجعة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ونراكم في فيديو آخر إن شاء الله.